السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللاب بتاع دلوقتي احنا برضو لسه يعني مستمرين في موضوع الـ DHCP، بس انا هوريه لكم دلوقتي بطريقة مختلفة شوية. احنا المرة دي هنشوف الـ DHCP Configuration على ويندوز سيرفر 2016 حقيقي، وهنعمل سيميوليشن للموضوع في شبكة حقيقية، حتى هننزل لحد المستوى بتاع الماشين بتاعت ويندوز 7 اللي هي بالنسبة لي هتكون الكلاينت بتاعت الدي اتش سي بي. فاحنا كده سريعا خلينا نريفيو مع بعض، هي الدياجرام اللي قصادنا ده عامل ازاي. احنا عندنا كلاينت يوزر واصل على سويتش، وطبعا ده مش باكيت تريسر، دي تول اسمها بنت لاب، وهتدينا اداء افضل بكتير جدا من الباكيت تريسر. لو جينا نتكلم ان احنا عايزين نشوف يعني عايزين نشوف النمط الحقيقي بتاع الشغل، لو انا او المشابه ان انا اكون شغال على جهاز حقيقي لسيسكو. وبعد كده واصل بكور سويتش لاير 3، ده اللي بيتم من عليه عملية الراوتنج. وبعد كده واصل على الكور لاير 3 دوت سيرفر او ماشين ويندوز سيرفر 2016، دي شغالة عندي على بورت ايثرنت 1/0، واليوزر تحت عندي زي ما انتم شايفين واصل على بورت E0/3. طبعا عندي عوامل تانية او عناصر تانية موجودة في الشبكة مش موضوعنا دلوقتي ان احنا نتكلم عليها. فاللي هيحصل دلوقتي ببساطة ان انا هدخل على الجهاز بتاع الاند يوزر دوت، وهشوف الكونفيجريشن بتاعة الشبكة بتاعته، هل الراجل ده واخد اي بي ادرس ولا لا. فهلاقي ان الراجل ده واخد ادرس ابيبا. في الحالة دي انا محتاج بس ان انا ادخل على السويتش دوت اليوزر واصل عليه، ومحتاج بس اتأكد ان اليوزر ده واصل في الفيلان الصح بتاعته. فهدخل على البورت اللي اليوزر واقف عليه، هقول شو رانينج كونفيجريشن انترفيس ايثرنت 0/3. هلاقي في الكوماند دوت ان انا اليوزر ده واصل فعلا في فيلان رقم 10. هقول له طيب شو فيلان بريف، هلاقي ان انا عندي على السويتش ده في فيلان 10 وفي عندي فيلان اسمها 100. طب انا كده اطمنت ان الكونفيجريشن على سويتش الاكسس سليمه. هتاكد بس برضو ان في انترفيس ترانك، فعلا في ترانك على بورت ايثرنت 0/0، وعلى الترانك ده كل الفيلانز بتعدي. هقول له شو سي دي بي نيبر عشان اتاكد ان انا واصل الناحيه التانيه بالكور سويتش. فهلاقي فعلا ان انا عن طريق بورت ايثرنت 0/0 واصل بالكور سويتش على بورت رقم ايثرنت 1/2 اللي هو البورت اللي موجود على الكور سويتش اللي هنا. طب كده انا اطمنت ان الدنيا تحت سليمه وكل حاجه تمام. دلوقتي هطلع على الكور سويتش، وعلى الكور سويتش هعمل بس لوجن، هقول له شو رانينج انترفيس ايثرنت 0/1، ده البورت اللي واصل عليه السيرفر. فهلاقي ان السيرفر فعلا واصل في فيلان رقم 100. هقول له شو فيلان بريف، هتاكد من الفيلانز، هلاقي فعلا ان في فيلان رقمها 10 وفي فيلان رقمها 100، وهتأكد برضو ان الترانك متكونفيجر صح على السويتش دوت. فهلاقي فعلا ان في ترانك على بورت 1/2، والترانك دوت واصل او بيعدي عليه كل الفيلانز. وزيادة في التأكيد هعمل شو سي دي بي نيبر، هلاقي ان السويتش بتاعي دوت عن طريق بورت 1/2 واصل مع السويتش اللي تحت على بورت 0/0. فالدنيا كده بالنسبة لي ككيبلز وتوصيلات الدنيا سليمة وزي الفل. طيب دلوقتي بقى عشان اخلي السيرفر ده يشتغل دي اتش سي بي سيرفر، ايه المطلوب يتعمل؟ المطلوب يتعمل دلوقتي ان انا هفتح السيرفر دوت، وده نازل عندي على في ام وير ورك ستيشن. هلوجن على السيرفر دوت، وهدخل على حاجه هنا اسمها سيرفر مانجر، وهعمل ان انا عايز اقاد رولز اند فيتشر، وهقعد هنا رول اسمها الدي اتش سي بي سيرفر. وهلاقي ان الرول انا اوريدي اصلا كنت عاملها انستول، لكن انت بمجرد لو انت ما كنتش عاملها انستول بتعمل ماركينج هنا على التشيك بوكس دوت، بتعمل نيكست، بتانستول الرول وخلاص كده خلص الموضوع. بعد ما الرول دي بتنزل او بعد ما الخاصيه بتاعت الدي اتش سي بي بتنزل، بتقدر تفتح على زرار علامه الويندوز وبتكتب كلمه دي اتش سي بي في السيرش، بيظهر لك الكونسول بتاع مانجمنت الدي اتش سي بي. في كونسول مانجمنت الدي اتش سي بي انت عايز تعمل دي اتش سي بي لاي بي فيرجن 4، فبتختار اي بي فيرجن 4 وبترايت كليك على اي بي فيرجن 4 وبتقول ان انت عايز تعمل نيو سكوب. كلمه نيو سكوب في ويندوز سيرفر مكافاه لكلمه اي بي دي اتش سي بي بول اللي انا كنت بكريتها او بعمل لها كرييشن على سويتش.
فهطلع على كلمة نيو سكوب وهقول نيكست، وهسمي السكوب دي VLAN 10، وهقول الفيلان دي بتوزع من 10 أو بتوزع من، خلينا نقول من 192.168.10.10 لحد 192.168.10.100، والسبنت ماسك بتاعي 355.0. وخلي بالكو هنا بيقول لي يا اما حط لي الطول بتاع السبنت ماسك، فلو قلت له مثلا 25 هلاقيه حط لي 128 في الاخر، او حط له 8 هيحط لي الماسك اللي هو 255.3 اصفار، اما لو حطيت له 24 فهيحط لي 355.0. هقول له نيكست، هيقول لي هل انت حابب تعمل اكزكلوشن للادريسز ولا لا. طبعا انا هنا بقول له وزع من اول 10 لحد 100. انت كنت تعمل اكزكلوشن لو انا كنت قايل له انا عايز اوزع من 1 لحد 100، وانا عارف ان من اول 192.168.10.1 لحد 192.168.10.10 انا اوريدي في عندي اجهزه واخده الاي بي ادرس ده ومش عايزها تتوزع. اجهزه ممكن تكون زي الاي بي ادرس بتاع الجيت واي بتاع الفيلان دي، لو في مثلا برينتر جوه الفيلان دي، حاجه انا حاطط عليها الاي بي ادرس بشكل مانيوال. فعموما انا هعمل اد للاكزكيوشن ده، وخلي بالكو ده مكافئ للكوماند اللي كنا بنقول عليه اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادريسز. هقول نيكست، ودلوقتي بيقول لي انت عايز الجهاز لما ياخد او اليوزر لما ياخد الاي بي ادرس يفضل محتفظ بالاي بي ادرس ده لمده قد ايه. فهي باي ديفولت في ويندوز سيرفر بتكون 8 ايام. انا هقول له لا، انا عايز الليز دي تبقى لمده يوم واحد، وهقول له نيكست. طبعا هو الليز ده قرارك من ناحيه ايه؟ انت لو شغال مثلا في شبكه واي فاي بتدي انترنت لجست يوزرز بيجوا لك مثلا، سواء كنت مستشفى او مدرسه او الكلام ده كله، انت لو خليت الليز دي 8 ايام الاي بي ادريسز هتخلص، لان انت كل يوم بيجي لك جست او بيجي لك زوار مختلفين. لكن انت لو شغال في شركه وانت عارف عدد الاجهزه اللي فيها وكده كده هم نفس اليوزرز اللي بيشتغلوا، فانت كل ما بتزود الليز كل ما بيكون احسن. فدي حته كان وجب التنويه عنها. بقول نيكست وبقول له، بيسالني هنا دلوقتي انت عملت كونفيجر للاي بي ادرس وسبنت ماسك، لكن لسه في اوبشنز تانية يقدر الدي اتش اس بي سيرفر ان هو يوزعها زي الجيت واي والدي ان اس، هل انت عايز تعمل لها كونفيجر؟ هقول له نعم عايز اعمل لها كونفيجر. هيقول لي يلا حط لي الديفولت جيت واي بتاع الناس اللي هيكونوا في الفيلان ديت. هقول له الجيت واي 192.168.10.1. هيقول لي حط لي الدي ان اس، وعشان السيرفر اللي احنا بنتكلم عليه دوت محطوط عليه اوريدي دي ان اس سيرفر، فهو حط الاي بي ادرس بتاعه بشكل اوتوماتيك. هقول له نيكست. دلوقتي بيقول لي حط حاجه اسمها الوينز سيرفر. الوينز سيرفر كان مكافئ للدي ان اس، او خلينا نقول كان حاجه لها علاقه بالنيت بايوس، ولكن هو مش مستخدم وما نهتمش بيه دلوقتي لان احنا مش في السكوب بتاع الكورس بتاع الام سي اس اي. هقول نيكست، وبعد كده هقول له انا عايز اكتيفيت السكوب دي، يعني افعل البول دي دلوقتي. هقول له نيكست كمان مره وهقول له فينش. بعد ما فعلت البول ديت او بعد ما عملت لها كرييشن، محتاج ان انا اقف على السيرفر، الاسم السيرفر بتاعي من فوق، رايت كليك واضغط على كلمه اوثورايز. وانس ان انا ضغطت على كلمه اوثورايز، وانس ان انا عملت ريفرش من هنا، هلاقي ان علامه صح ظهرت على السيرفر بتاع الاي بي فيرجن 4، ما معناه ان الدي اتش بي سيرفيس بقت خلاص قايمه على السيرفر دوت. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هروح على الكور سويتش، وهبص على، بس هقول له شو رانينج انترفيس فيلان رقم 10، عشان اتاكد ان تحت انترفيس فيلان 10 كوماند الاي بي هيلبر ادرس موجود. فعلا كوماند الاي بي هيلبر ادرس موجود، والاي بي ادرس اللي محطوط عليه هو الاي بي ادرس بتاع السيرفر ده اللي موجود عليه فيتشر الدي اتش سي بي. دلوقتي هرجع تاني الماشين ويندوز سيرفر بتاعتي، وقبل ما اقول له انا عايز اعمل اكواير الاي بي ادرس من الاول، خلي بالكم عشان اكواير الاي بي ادرس كل اللي هعمله بس هفتح الاوبشنز هنا، هفتح الاي بي في 4 دوت، هقول له يوز ذا فولوينج، وبعد كده هضغط على اوبتين اي بي ادرس اوتوماتيك. دي طريقه، خلونا نجرب الطريقه دي، بس خلونا واحنا بنجربها نقف على
الاكسس سويتش دوت، ونقول له ان احنا عايزين نعمل كابتشر للترافيك اللي هيعدي على انترفيس ايثرنت 0 على 3. لما هعمل كده هيفتح لي واير شارك، والواير شارك زي ما احنا عارفين هي تعتبر اداه بتعمل كابتشرنج للترافيك اللي ماشي في الشبكه، بس دلوقتي هي بتعمل كابتشرنج للترافيك اللي ماشي على اللينك ده. فطبعا حاجه مفيده جدا وحاجه هتساعدنا جدا واحنا بنتعلم. وهابلاي هنا فوق فلتر هكتب كلمه دي اتش سي بي كلها سمول عشان يظهر لي بس في الشاشه هنا الرسائل اللي ليها علاقه ببروتوكول الدي اتش سي بي فقط. دلوقتي كده اللي هيحصل هنا ان انا هرجع تاني على ماشين ويندوز 7 بتاعتي وهقول له اكواير اي بي ادرس بشكل اوتوماتيك، وهضغط اوكي وهستنى كده ان الجهاز يبدا ان هو يسحب اي بي ادرس، ولكن من الواضح ان الجهاز ما سحبش اي بي ادرس. فالطريقه الافضل بقى اللي انا هجبر بيها الجهاز ده ان هو يسحب اي بي ادرس ان انا هفتح السي ام دي وهقول له كوماند اسمه اي بي كونفيج ريليز، وبعد كده اي بي كونفيج رينيو. دلوقتي هنا في الواير شارك بدات اكتشف ان ظهر عندي رساله اسمها ديسكفر. الديسكفر اترد عليها من الجيت واي بتاعتي بحاجه اسمها اوفر. الاوفر انا رديت عليه ككلاينت بحاجه اسمها ريكويست، واخيرا السيرفر رد عليا باكنولج. دي الاربع رسائل اللي الدي اتش سي بي سيرفر بيتعامل معايا بيهم، الديسكفر الاوفر الريكويست والاكنولج. ولو فتحنا كل رساله من دول هنلاقي معلومات عن ان الجهاز مثلا في الاول ما كانش فيه اي بي ادرس عليه، ده اسم الجهاز اللي طلب الاي بي ادرس اللي هو اسم الماشين ديت. السيرفر رد على الادرس دوت او رد على الجهاز دوت بسبنت ماسك زي ما احنا شايفين، ورد عليه كمان برضو باي بي ادرس مقترح ان هو ياخده عشان يشتغل بيه. رد عليه برضو بالدي اتش سي بي اوبشن بيقول له السيرفر اللي رد عليك 200.100 اللي هو الويندوز سيرفر اللي احنا اتكلمنا عنه، رد عليه برضو باسم الدومين، رد عليه بالدي ان اس سيرفر. كل الحاجات دي اسمها دي اتش سي بي اوبشنز، هي دي الكونفيجريشنز اللي بيرد بيها السيرفر بتاع الدي اتش سي بي. وزي ما احنا شايفين الجهاز بتاعي اللي هو ويندوز 7 اخد اي بي ادرس. ولو انا فتحت هنا كده الاوبشنز بتاعتي هلاقي لو انا ضغطت على كلمه ديتيل هلاقي الاي بي ادرس بتاع السيرفر مكتوب برضو في الاوبشنز اللي ظاهره او في المعلومات اللي ظاهره عن الاي بي ادرس اللي متاخد. ففي اللاب ده كده شفنا مع بعض بشكل عملي هو انا ازاي ممكن اعمل دي اتش سي بي على ماشين ويندوز سيرفر. طب الماشين دي موجوده في فيلان مختلفه، الهيلبر ادرس بيكونفيجر ازاي على السويتش. شفنا برضو ازاي اجبر الويندوز ماشين ان هي تري اكواير الدي اتش سي بي اي بي ادرس عن طريق كوماند، خلينا نكتبه كمان مره بشكل واضح لكل الناس، الكوماند في السي ام دي الخاص بالويندوز اي بي كونفيج ريليز. انا بخلي الماشين تريليز او تسيب الاي بي ادرس كانت واخداه، وبعد كده اي بي كونفيج رينيو. من الاوامر برضو الجميله جدا امر اسمه نت ستوب دي اتش سي بي ونت ستارت دي اتش سي بي. الامر دوت انت ممكن تحتاجه في ايه؟ دلوقتي السيرفر بتاعي او سيرفر الدي اتش سي بي لو انا جيت على الجهاز دوت اللي هو ماشين ويندوز 7 وقلت له انا عايز اعمل اي بي كونفيج ريليز، سيب الاي بي ادرس اللي انت واخده عشان تاخد اي بي ادرس جديد. لو جيت دلوقتي اقول له اعمل رينيو وبصيت في اللي بيحصل في الواير شارك هلاقي ان الجهاز بعت ديسكفر، بس في الديسكفر اللي هو كان بعته يعني خلينا كده نشوف، الجهاز بعت بيطلب اي بي معين بعينه، بيطلب ويندوز 7 ماشين ده بيطلب نفس الاي بي ادرس اللي كان طالبه قبل كده، وفعلا الجهاز خد نفس الاي بي ادرس اللي كان واخده قبل كده. عشان اخلي الاي بي الجهاز دوت ينسى الاي بي ادرس اللي كان واخده وياخد اي بي ادرس جديد، في الحاله دي اللي هعمله ان انا هعمل كوماند اسمه نت ستوب دي اتش سي بي، وبعد كده كوماند اسمه نت ستارت دي اتش سي بي، وبعد كده اي بي كونفيج ريليز، وبعد كده اي بي كونفيج رينيو.
دلوقتي في الديسكفر مسج هنا لما هاجي افتحها وابص على المعلومات بتاعتها هلاقي ان الجهاز طالق الاي بي ادريسز اللي هو طالبها متصفره، فمعنى كده ان هو مش بيطلب اي بي ادرس قديم كان هو واخده. انا عارف ان الكلام ده كتير منه ممكن يكون بره سكوب السي سي ان ايه، ولكن كان مفيد جدا ان انا اوريكم الكلام ده بيتم ازاي على الويندوز، لان مع العلم انت عندك هنا على الباكيت تريسر هو السيرفر ده هو بيسيميوليت معاك الموضوع على الويندوز بيكون عامل ازاي. ولكن دي كانت فرصة كويسة ان انا اوريكم الكونفيجريشن فعلا بتتم ازاي من على الويندوز. طبعا من على الويندوز ماشين، يعني خلينا برضو كده نقول عشان نخلص الكلام بتاعنا، لو حضرتك فتحت السكوب وفتحت الادرس ليزز هتلاقي فعلا في معلومة ان في جهاز اخد منك اي بي ادرس 11، اسم الجهاز كذا، الليز اكسبيريشن او الاي بي ادرس ده هيكسباير يوم 5/11، خده عن طريق دي اتش سي بي، وده الماك ادرس بتاع الجهاز اللي طلب الاي بي ادرس. وعندنا معلومات تانية هنا، مفيش معلومات تانية، لو ضغطت كليك كده ممكن اقول له انا عايز اقاد الجهاز ده للريزرفيشن. طب الاد تو ريزرفيشن ده هيعمل ايه؟ اللي هيحصل بعد كده ان كل ما الماك ادرس ده يطلب اي بي ادرس هياخد نفس الاي بي ادرس اللي هو كان واخده هنا. انت كده بتعمل تثبيت للاي بي ادرس اللي الجهاز واخده. لو ضغطت كده قلت له اد تو ريزرفيشن ورحت لخانه الريزرفيشن دي هلاقي خلاص ان بقت في معلومه بتقول ان كل لما يجي الجهاز اللي بالماك ادرس بتاع دوت ياخد الجيت واي دي، ياخد الدي ان اس دي، ياخد الدومين نيم ده، والاهم من كل ده ياخد الاي بي ادرس اللي مكتوب قدامكم على الشاشه هنا. ده كده كنت كل اللي عايز اقوله في الفيديو دوت. اظن كده الموضوع ان شاء الله واضح ليكم. احنا كده شفنا كل اللي ممكن يتقال لو بنتكلم على سكوب المراجعه للدي اتش سي بي، وبمعنى كده ان احنا لما هنعمل ان شاء الله لابات متقدمه وهنحتاج طبعا الدي اتش سي بي بشكل كبير في لاباتنا، احنا كده نعتبر غطينا كل حاجه ممكن نكون محتاجين نغطيها لما نيجي نتكلم على اللابات بتاعتنا. أشوفكم إن شاء الله بقى بكرة في فيديو جديد، وهنبدأ إن شاء الله نتكلم باستفاضة أكتر عن الفيلانز والترانكينج، ونبدأ نعمل لابات ليها علاقة بالترانك والفيلانز والفي تي بي إلى آخر هذا الكلام. شكرا جزيلا ليكم وشكرا لحسن المتابعة. كان معكم أحمد حفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.